اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام باللي بيشوفونا وبيتابعونا على القناه الام في الوطن العربي قناه دريم. النهارده مع بعض من مطبخ دريم بنعمل اكلات بسيطه وسهله ولكن في وقت قليل جدا تقدري تخش مطبخك تعملي اكله قيمتها الغذائيه عاليه جدا. مش عايزين نقول الحاجه غاليه ولكن ازاي بنبني اكله بنبني كيان لاولادنا واسرتنا ونراعي في الاعتبار ان في افراد الاسره كبار سن اطفال بنعمل لهم الاكل اللي يناسبهم في اعمارهم طبعا وحسب الاعمار. النهارده مع بعض هنعمل اسكالوب مشوي بصلصه خاصه هنعملها مع بعض النهارده وهنعمل فرايد رايز بالخضار. اصبحت انا عملت عمليه توازن في الوجبه بتاعتي. فرايد رايز بالخضار نشويات مع خضره ازاي نقدر نقدمه نخلي زيت السمسم اللي غني باوميجا 3 يشارك في الاكله بتاعتي وفي نفس الوقت عندي الاسكالوب اللي انا هشويه مع التتبيله الخاصه ازاي اشوي حته لحمه رقيقه جدا واللي اختار نوعيه اللحمه الانتركوت مثلا هشويه ازاي واقطعه ترانشات واشويه بصلصه بسيطه سهله تراعي كل في المسائل كلها الطعم يكون لذيذ طبعا وان احنا نقدر نتقبلها مع الفرايد رايز. هنخلينا نتبل اللحمه مع بعض. تتبيله اسكالوب مشوي بصلصه التوم مقاديرها على الشاشه معانا شرايح من اللحم البتلو معانا زبده زيت زيتون ما ننساش عصير الليمون معلقتين من خل التفاح علشان يساعد على تفتيت الانسجه بتاعه اللحمه ما ننساش ربع كوب من البقدونس المفروم للتقديم ملح وفلفل. لو لاحظت حضراتكم هنا التوابل بسيطه جدا للحمه علشان ما تخطفش طعمه اللحمه واشوف طعم اللحمه اذا كان بتلو او كندوز او ضاني ايا كان هو. نشوف تاني مع بعض المقادير معانا لحم شرايح بتلو معانا كمان زبده ومعانا زيت ذره معانا عصير ليمون خل التفاح بقدونس وملح وفلفل. طبعا خلونا نتبل اللحمه الاول مع بعض ونتكلم عن تتبيله اللحمه. عشان اتبل حته لحمه حلوه زي دي كده اولا بجيبها من عند الجزار اصب عليه وصباح حلو كده واقول له انا عايزه حته لحمه اشويه. فعندنا الانتر كوت بنقطعه طبعا ترانشات بالشكل الجميل وباين على الشاشه مع حضراتكم بتكون في نسبة الدهون شوية تقريبا 30% ما بين 20 أو 30% تلاحظوا ان طبعا حتة اللحمة متغلفة بالدهون. فتعالوا نتبلها مع بعض كده تتبيلة سريعة وبسيطة ونشوف أساسيات تتبيلة اللحمة. عندي عصير ليمون في تتبيلة اللحمة ده أساسي الليمون في ليفر لتتبيلة اللحمة حلو قوي. عندي خل التفاح كمان مهم جدا علشان يساعد على تفتيت الأنسجة بتاعت اللحمة حلو قوي. عندنا شويه توم هناخد شويه ونخلي الباقي عشان نعمل بيه الصلصه. عندنا عصير طماطم مبشوره او طماطميه مبشوره بناخد الميه بتاعتها طماطم طازه افضل بكتير بالشكل ده كده اهي عشان تاخدي عصير الطماطم بتبشر الطماطميه وتعصريها ما بين اصابع ايدك كده هينزل عصير ميه الطماطم. نفس الموضوع مع عصير ميه البصل بنمسك البصل نبشره وبناخد الميه بتاعته. طبعا اللي انا بعمله ده بيمشي مع الاسكالوب بيمشي مع الستيك المشوي بيمشي مع الريش الكوستاليتا المشويه. فيليه سمك نفس الطريقه فيليه دجاج نفس الطريقه. حلو الكلام خدنا كده الميه بتاعت الطماطم عندنا عصير ميه البصل نفس القصه بناخده بايدينا كده وبنضغط علينا بايدينا شوف الميه نازله ازاي هو ده اللي انا بدور عليه اهو. هستخدم الصلصه ديت في عمايل صلصه التوم يعني الباقي منها بعد ما تبل اللحمه هستخدمها في تتبيله صلصه التوم اللي هعملها دلوقتي. ادي ميه البصل كمان اهي حلو قوي يا شيخ تمام زي الفل كده خلصت من دول شويه زيت. نيجي للبهارات احنا كده الاساسيات بتاعتنا عصير ليمون عصير ميه بصل عصير طماطم توم وشوية زيت تقريبا أربع معالق من الزيت أو ربع كوباية من الزيت. إيه البهارات اللي ممكن نستخدمها في حتة لحمة حلوة زي دي يا شيخ؟ ده كلام جميل قوي. أول حاجة الملح. والملح هنا بعيار وطالما اللحم بيكون مشوي بنلاقي الملح دايما بالسالب نقدر نزود الملح على السفرة بتاعتنا مفيش مشكلة. وما ننساش طبعا الفلفل الأسود أساسي هنا كمان. فين الفلفل الأسود يا عم أحمد؟ أهو زي الفل تمام. انا مش هحط توابل تانية خالص ملح وفلفل اسود. حابه تحط كاري حابه تحط اي بهارات تانية مفيش اي مشكله ولكن انا مع حته اللحمه المشويه ملح وفلفل افضل حاجه طبعا علشان اعرف طعمه اللحمه كمان واميزها. شايفين الصلصه الخفيفه ديت اهي هاخد اللحمه الشرايح بتاعتي اتبلها في الصلصه ديت
هو المفروض تتحط في التلاجة من 30 دقيقة لساعتين، ممكن تبات في التلاجة مش هيحصلها أي مشاكل إذا عندنا وقت، وكل ما قعدت في التتبيلة كل ما كانت أحسن. أدي شريحة اللحمة اللي أنا جايبها من عند الجزار زي الفل، لحم طازة والله زي الفل تمام. شايفين اللحم بلونه أهو تمام أهو، تتبيلة كده الله. الاسكالوب البانيه اللي بنعمله بالبيض والبقسماط نفس الطريقة، بس في الحالة دي مش بحط زيت، خلي بالنا هنا دي قاعدة ايه شيف المغازي، اللي هو وانت بتتبلي اللحم اذا هتعمليه بانيه اسكالوب بانيه بالبقسماط ابعدي عن المواد الدهنية خالص اذا كان زيت او زبدة. يعني اذا انت هتعمليه بالبقسماط اوعي تحطي زيت في التتبيلة، اما انا هشويه دلوقتي على الجريلا فحطيت زيت، اذا كان هيتعمل بالبقسماط امنع الزيت خالص او الزبده في التتبيله. ليه يا عم احمد؟ علشان الخلطه اللي هي الدقيق والبيض والبقسماط تمسك في الانسجه بتاعه اللحمه او الفراخ او السمك ايا كان. اذا حطينا ماده دهنيه هتمسك قدام عينيكي، ولكن في حاله ما نقليها الماده الدهنيه هتفصل في قلب الاليه وتفصلك من الزيت. احنا بنحط قواعد المطبخ بتاعتنا واسس علشان ايه يمشي معانا زي الفل. التتبيله بتاعه اللحمه جاهزه، هنحطها هنا مع اساتذه المصورين ونخليها شويه على ما نشوف ايه موضوع الفرايد رايز اللي هنعمله مع بعض. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا شيف. هنخلي دول على جنب، اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل فرايد رايز ازاي مع بعض، وايه قصه الفرايد رايز؟ هل ممكن يتعمل من المطبخ الصيني او الياباني، او يتعمل بخفه دم مصريه؟ نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا رز مصري مسلوق مسبقا، معايا الخضره بصل وطماطم، بصل وجزر، وما ننساش كمان فلفل رومي، فلفل اخضر حار حسب ما احنا الخضره اللي موجوده. يفضل يكون في بصل اخضر، ولكن بصراحه دورنا عليه دلوقتي لسه ما جاش الموسم بتاعه، بيجي في الموسم الشتاء طبعا. الفرايد رايز، رايز رز مصري معانا مسلوق قبل كده كوبايه تقريبا، ما ننساش البصل والفلفل، الجزر، زيت ذره او زيت زيتون، شبت وبقدونس وملح. يفضل هنا طبعا استخدامنا للصويا صوص في الفرايد رايز، ولكن انا مش عايز اعمله بالطعم الصيني، هنعمله بالطعم الشرقي، يعني رز مقلي بالخضار. ولكن اذا هنعمله بالطعم التشاينيز او الياباني لازم نستخدم الصويا صوص وزيت السمسم في الطعم عشان ينقلنا للمطبخ الصيني او المطبخ الياباني. متفقين على كده زي الفل؟ تعالوا نعمل الفرايد رايز مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. فرايد رايز يعني عندك رز في الثلاجه موجود، انت بتخليه في الثلاجه بتحتفظي بيه، رز ابيض كان باقي مثلا من عزومه موجود عندك، وبتجيب شويه خضار زي جزر مبشور، زي بصل مفروم ناعم هنفرمه دلوقتي مع بعض، الفلفله المشكله الخضراء والحمراء والصفراء، مع توم، ونبدا نحمر الخضره لوحديها، وبعدين بننزل بالرز معاهم يتقلب مع بعضه، وفي الاخر بنحط شويه ملح وشويه فلفل ونقدمه سخن وزي الفل. تقدري تعمليه بالدجاج، تقدري تعمليه باللحمه المفرومه، تقدري تعمليه بالجمبري زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. حابه تحطي معاه شويه سجق بلدي، الله عليك يا شيف، نمسك السجق نحمره مع الخضار وننزل بالرز، يبقى طعمه خطير وجميل قوي. تعالوا نقطع الخضره مع بعض زي الفل. ادي البصل، عايز اقطعه كرهات صغيره كده. خلوا الخضار كله متقطع بشكل واحد، لان هنا الرز شكل الخضار فيه هو اللي هيلفت النظر طبعا على السفره بتاعتنا، والاطفال يحبوا الحاجات دي على فكره. ده البصل خلاص، الفلفل قصدي الجزر اهوت، نقطعه نفس القصه، بلاش نبشره، البعض بيحب الجزر مبشور في قلب الرز هيغير لي شكل الرز، فلما اقطعه كريات صغيره كده افضل بكتير. الشكل ده كده حلو قوي. الجزر اتقطع كده افضل من ان انا ابشره، هعرف طعمه يبقى لذيذ في طعم الرز كمان اهوت. ممكن نعمل الرز بنفس الطريقه اذا احنا حابين نعمله بالجمبري مثلا، ولكن في الحاله دي مش هنستخدم خضار كتير، الرز يحب الجمبري، مع عندنا الشبت المفروم الناعم، مع الفلفل الاخضر الحار، مع البصل، مع الثوم، كل ده يتحمر على النار، وفي الاخر ننزل طبعا بشويه الجمبري بتوعنا، جمبري لحم طبعا يكون طعمه خطير. ادي الجزر نفس الطريقه، تقطع بالشكل ده كده، حلو قوي يا عم احمد زي الفل. نفس الموضوع، حابه
حد هيقول لي دلوقتي يا شيف احمد الجزر ده عايز وقت سوا كتير، الوقت اللي تساوي فيه البصل قليل جدا. هو انا اعمل ايه بقى؟ عندي هنا شويه زيت صغيرين وابدا انزل بالجزر والبصل الاول حاجه واسيبهم على النار يتحمروا. الله اكبر كده تمام زي الفل. معانا البصل اهوت، ننزل بالجزر كمان كله مع بعضه. يوم الجزر هنا يستوي شوية زي الفل. نطفي دي خالص. على ما نحمر الخضرة بتاعت الرز، تعالوا ازاي نشوي اللحمة مع بعض اذا معانا بالشكل الجميل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوت طبعا هنا مهم جدا الطاسة بتاعتك تكون سخنة. ما ينفعش ان انا اشوي لحمه على طاسه بارده، ايه اللي هيحصل يا عم احمد؟ الانسجه بتاعت اللحمه هتنشف منك واللحمه تبقى ناشفه هنا ما فيهاش اي طعم ولا اي سائل. حلو قوي. الله. طبعا هنا ريحه اللحمه قويه جدا. لو انا حاطط بهارات كتيره مش هشم ريحه لحمه، شم ريحه البهارات ايا كانت ايه. كاري بقى، كركم، جنزبيل. انا عايز اللحمه هنا تبقى قليله جدا في الايه، في التوابل. نبدا نقلبها كده بالراحه. كل ما تنشف السائل بتاعها نسقيها شويه. يعني ايه يا شيف؟ يعني ناخد كده مغرفه معانا من وقت للتاني بنشربها شويه صلصه. الله حلو قوي. نخلي ده على النار وتعالوا نعمل صلصة التوم مع بعض. صلصة التوم اللي هعملها للطبق بتاعي ده كده صلصة بسيطة جدا وسهلة هتعجبكم قوي على فكرة. الأول نظبط النار هنا وهعمل صلصة التوم دلوقتي بالزبدة. معلقتين من الزبدة ومعانا توم ومعانا عصير ليمون. حلو الكلام؟ اهوت. توم مفروم ناعم. خلينا على النار دي افضل، سريعه شويه. حلو كده اه. تمام. يا ام حسام ازيك؟ اهلا وسهلا ست الكل. ريحه اللحمه روعه. الله يبارك لك. ما تقولش كده، الجمال اللي انت بتعمله والحاجات الحلوه اللي انت بتعملها دي مش ممكنه. ربنا يديك الصحه يا ست الكل، امريني تحت امرك. الله يخليكي. كل حاجه بتتعمل بحب اكيد تطلع جميله. هو بحب عشان انت بتعملها مش ممكن. الله يبارك لك. الله يخليك، البرنامج ده رائع رائع في منتهى الروعه. تقدري تخش المطبخ في خلال 30 دقيقه تعملي اكل طيب زي ده كده؟ شايفه ازاي؟ اهو. اه والله تحت امرك. ده دي من الريس حته اللحمه دي؟ لا دي حته لحمه من الانتر كوت. من الانتر كوت؟ من الانتر كوت. ده من يعني ما بتاخدش وقت كتير في السوا كمان. الرز الالوان يا شيف يتعمل ازاي؟ نعم يا ست الكل. الرز الالوان. الرز الالوان. عينيا. حاضر. ازاي تعملي رز ملون بالسبانخ بالفلفله بالكركم او بالكاري او بالزعفران؟ ده كله عينيا الاثنين يا ست الكل. حاضر. الرز احنا عندنا الرز المصري بيتسلق عادي خالص. بنجيب السبانخ، بنجيب الفلفل الالوان الاخضر والاحمر والاصفر، بنقطعه كراهات صغيره او ان احنا نضربه في الخلاط في الكبه، بس ما نضربوش جامد علشان ما يدينيش سائل. وفي الاخر بناخد الرز المصري بتاعنا وبنجيب كام طاسه، 3 4 طاسات حسب الالوان اللي انا عايزها، وبنبدا نحمر كل لون من الفلفل على جنب لوحده وننزل بنوع الخضار اللي احنا حابينه، اذا كان سبانخ او فلفل او كركم او زعفران يديني اللون. بوعدكم ان شاء الله من مطبخ دريم هنعمل الرز الملون بكذا لون. شايفين هنا انا بسوي الجزر مع البصل لوحده كده على جنب قبل ما انزل ببقيه الخضره. كل حاجه معايا على النار، ومعايا التوم طبعا بيتحمر هنا في سمنه عشان الصلصه الحلوه اللي بعملها دلوقتي. انزل عليها بعصير الليمون.
حلو الكلام. فين عصير الليمون يا شيف؟ حلو قوي قوي. دوم معلقه صلصه، دي الصلصه التوم اللي انا بعملها. اوعى وشك. الله يا دلعك، الصلصه دي خطيره. صباح الفل. شفتوا الصلصه ديت؟ الصلصه دي طبعا خطيره جدا. اقوم انزل هنا، الله على الريحه. ناخد شويه صلصه من اللي انا متبل فيها اللحمه، اللي هي عباره عن عصير ليمون مع عصير بصل مع عصير طماطم. الله. ركزوا معايا كده زي الفل، واسيبها تغلى على النار. ليه يا عم احمد تغلي شويه؟ لان الصلصه دي فيها خل التفاح، وانا عايز الغازات اللي في خل التفاح تتطاير من الخل علشان ما تعمليش حموضه وانا باكله. فاسيبها تغلي شويه على النار، واللحمه عندي بيستوي. هنشوف مع بعض ازاي نركب الاثنين مع بعض. مع بعض واحده واحده اهوت. انا عايزك تخش المطبخ في التايم اللي معانا ده 30 دقيقه تعملي الاكل اللي انا بعمله. رز فرايد رايز فيه كل انواع الخضار. معانا اللحم المشوي بتاعنا زي الفل، البصل استوى مع الجزر زي الفل. عندي فليفله خضراء زي دي كده باخدها اهي، كمان بقطعها كرهات. عندنا فلفل اصفر مفيش مشكله، فلفل احمر مفيش مشكله، دي بتاعتك انت بقى اللي موجود عندك في الثلاجه. وبعدين يعني اذا مش موجود الاحمر مش لازم تنزلي جوزك بقى ولازم تجيب لي فلفل احمر والشيف قال والشيف ركز، لا عادي خالص، خضار اللي موجود عندك في الثلاجه. لو في كوسه خديها قطعيها مكعبات مفيش مشكله، في سبانخ زي الفل. مطبخنا بسيط وسهل جدا، تقدري تعملي الاكل ببساطه وسهوله. ادي الفلفل الاخضر، في اطفال هياكلوا من الاكل ده ما نحطش فلفل حار، ممكن الاطفال يحبوا الفلفل الحار مفيش مشكله. ادي الفلفل الحار اهو، واحد كده علشان عم القاضي يحب الفلفل الحار. يا مخرجنا يا جميل اهو، حلو الكلام. بس كده نشيل بقى ده كده خلاص زي الفل. عندنا الخضره بتاعتنا ديت ننزل بيها كده، يا جامد حلو قوي. كل ده مع بعضه نقلب كده زي الفل. الرز فين يا عم احمد؟ ادي الرز معانا اهوت. تمام، ده رز عندك في التلاجه من قبل، طبعا احنا مع حضراتكم سالقينه لسه دلوقتي، ولكن ده ممكن يكون مسلوق في التلاجه. الله الله على الطبق ده. انا مش عايز رز كتير على فكره، عايز خضار كتير كده علشان يغنينا عن طبق السلطه. حلو قوي. الله، ملح وفلفل بس. طبعا خلي بالك الرز التسلام ملح، فهنا ترفع ايدك من الملح شويه. الجماعة الصينيين يعملوا بقى، يحطوا على الرز ده الصويا صوص وزيت السمسم وعروق البصل الاخضر. الله، هو ده الفرايد رايز بتاعهم. وكمان في المطبخ الماليزي او الاندونيسي يجيبوا البيض يعملوه اومليت ويقطعوه يحطوه على وش الرز. دي كلها افكار ودي مطابخ طبعا احنا عارفينها. فاذا انت ممكن تتقبلي البيض المقلي على وش الرز وهو بالشكل ده مفيش اي مشكله. يعني بعد ما بيسخن الرز كده زي الفل بيجي في النص كده. استاذنا المخرج يا قاضي يا حبيبي. معلقه سمنه هنا في قلب الطاسه كده، وناخد جوز بيض نحطهم هنا كده ويتعملوا بالشوكه. فكره جميله جدا، نسيب البيض يستوي مع الصلصه وبعد كده نقلبه مع الرز. ده المطبخ الطلياني او المطبخ الماليزي او الاندونيسي، مش الطلياني سوري. ويبقى الفرايد رايز بالبيض طبعا بيبقى كمان حلو قوي على فكره. يلا يا سمر ازيك؟ الو مساء الخير. مساء النور يا ست الكل. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا سمر؟ الله يسلمك. عمريني النبي، عايز اعرف بس طريقه الصوص اللي بيتحط على وش البيتزا قبل الحشو. طريقه يا ست الكل؟ الصوص اللي بيتحط على وش البيتزا. صوص البيتزا عينيا الاثنين. حاضر. ازاي نعمل صوص البيتزا؟ الله. بص يا ست الكل، انا هقول لك على طريقه لعمل الصوص مش موجوده غير مع الشيف المغازي. هتجيبي طماطم وبصل وتوم على النار مع ريحان اخضر وزعتر. بعد ما يستوي تجيبي لوز، دي صلصه اللوز بتاعت الشيف، او عين جمل او فول سوداني. ما لقيتيش لا ده ولا ده، اخر الشهر هخليها فول سوداني مفيش مشكله. وكل ده مع بعض يغلى على النار لمده 5 دقائق. الخلاط عندك في المطبخ هتاخديهم تضربهم في الخلاط بعد ما يبردهم.
عشان ما ينفعش تنزلي بالخلطه دي سخنه في الخلاط تبوظ لك الخلاط. ويبقى عندك هنا البهريز له قوام جميل جدا ساعد على عمل القوام ده، اللوز او عين الجمل او الفول السوداني اللي انا حطيته. الله على اللحمه، الله على اللحمه الخطيره دي. يا نعم فيها جميل. الريحه، بص شفت شفت بقى، انا بقى عايز الصوره دي بقى، التوم، صلصه التوم. يا دلعك يا شيخ، يا دلعك بصراحه. لا لا دمار. ادي الصلصه بتاعتي زي الفل، واسيبها كده تاخد غلوه زي الفل. تمام كده اللحم خلص والفرايد رايس بتاعي خلص. اطفي النار من عليه عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه، يبقى لا هناكل لحمه ولا هناكل رز. حلو الكلام؟ طيب زي الفل يا كبير. تعالوا مع بعض ازاي انا عملت فرايد رايس بالشكل الجميل ده كده. شايفين اللون ده؟ خضار الجميل الحلو، الجزر استوى مع البصل مع الخضره، وعملت لحم مشوي بصلصه التوم شفناها مع بعض. استاذ مخرجنا الجميل يا قاضي، نطلع بمقادير الاسكالوب المشوي بصلصه التوم بس سريعا كده علشان مع الشاشه الجميله الحلوه. حبيب قلبي بحبك انا، ليه بقى؟ لان انا لما اشوي لحم بكده انا عامله بالطريقه الشرقيه، المطبخ الشرقي بتاعنا الجميل الحلو. اما اذا انا حطينا بقى البهارات الروزماري والزعتر زي الفل. نقولها كده شرايح من اللحم البتلو. حلو الكلام. معانا توم، معانا عصير ميه البصل، معانا معلتين من خل التفاح زي الفل يا عم الشيف. اقولها كده سريعا لحضراتكم عشان نشوفها مع بعض. شرايح من اللحم البتلو، معلقتين من الزبده اللي عمل الصلصه، اتنين معلقه زيت ذره للصلصه بتاعت المشوي، عصير الليمون، خل التفاح مهم جدا في الاكل بتاعي، بقدونس وملح وفلفل. الجماعه في المطبخ الغربي يحطوا بدل الخل التفاح خل بلسمك. انتوا ملاحظين حاجه؟ احنا مع بعض في مطبخ دريم بنتنقل من مصر ام الدنيا، بنسافر العالم كله ونتجول العالم كله واحنا قاعدين في مكاننا في مصر ام الدنيا. عملت الستيك المشوي والاسكالوب المشوي بالطريقه الشرقيه البسيطه السهله اللي هي بصلصه التوم اللي احنا عارفينها، اللي هي صلصه الفته، او نقول الطشه بتاعه الفته بتاعتنا. توم وخل مع صلصه طماطم، غلوا على النار مع عصره ليمون عشان اللحم بتاعنا، وخليتهم ياخدوا غلوه مع اللحم. اشيل اللحم كده زي الفل تمام، والرز عندي جاهز، تعالوا نغرفه مع بعض. حلو الكلام، حلو الكلام. سيرفيس زي ده كده، الله اكبر، وناخد كده نغرف الاكل بتاعنا عشان عم القاضي حبيبي. نشوف الصوره مع بعض، الله اكبر. يا سلام يا سلام، شفتوا الدلع ده؟ الله اكبر. وانت بترفعيها كده من الطاسه ارفعي معاها الصلصه، شفت الشقاوه ديت؟ اهو ده كده. دمار، حته لحمه فيها طعمه اللحمه، مفيش بهارات خالص على فكره. ازاي؟ استخدامك لعصير ميه البصل مع عصير الطماطم. الله اكبر. واخد شوية صلصة من دول كده. اوه اوه الله، حلو قوي. خلي دي هنا كده، خلصنا من اللحمة، هنحطها هنا. أي خدمة يا قاضي. البرزنتيشن بتاعنا عندنا خضرة، عندنا نعناع أخضر حسب ما احنا الخضرة اللي موجودة عندك. ودايما تحافظ على الخضرة دي في التلاجة زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده، بتلفيها في منديل ورق، يعني عندك نعناع زي ده كده. راكب عربيتك وجا الراجل في الاشاره اداكي حزمتين من النعناع، دفعت له اللي فيه النصيب، هتروحها على البيت عايزه تخزنيهم. تخزنيهم ازاي؟ منديل زي ده كده، والمناديل دي موجوده اهي، احنا مع بعض اهو. واخد المنديل كده واخد النعناع بتاعي ده كده بعد ما اخلص الشغل بتاعي اهو، وعايز احافظ عليه يومين اتنين تلاته اربعه لغايه لما يخليه الشكل ده كده، والفهم كده. بس طبعا النعناع يكون مغسول، ما احطوش ناشف، لازم يكون النعناع منسم. يعني ايه؟ غسلته وصفيته من الميه الساقعه، والفه بالمنديل كده وحطيه في التلاجه، يقعد معاكي ثلاث ايام تطلعيه بنفس الشكل. حلو الكلام؟ يلا اي خدمه. تعالوا مع بعض ناخد النعناع بتاعنا. الله اكبر، زي الفل يا عم احمد. ادي الاسكالوب بتاعي، نغرف الرز بتاعنا، فرايد رايز بالخضار، الله اكبر. نفس الموضوع البقدونس، نفس الموضوع الكزبره الخضراء، نفس الموضوع لما اجي اعمل كمان السبانخ، الجرجير. حلو، الله
شويه رز عجب، شايفين الرز مفلفل ازاي مع الخضار؟ يا سلام لو شويه جمبري مع الرز كده متحمرين، يا سلام لو قطع دجاج متحمره مع الخضار ده، يا سلام لو شويه سجق بلدي متقطعين مع الخضار ده. دي كلها افكار ممكن حضراتكم تعملوها، وانا بسهل عليك ازاي تكوني طبعا افضل مني في مطبخك، لانك انت تفرقي طبعا، انت بتعملي لاولادك واسرتك فاكيد بتعملي لهم احسن حاجه، وانا كمان بعمل لكم احسن حاجه على فكره علشان انا بحبكم. حلو الكلام؟ شايفين مطبخ دريم؟ البساطه، السهوله، المرونه. عملنا فرايد رايس بالخضار بيغنينا عن طبق سلطه في خلال الوقت بتاعنا، عملنا الاسكالوب المشوي الجميل الحلو بالصلصه الشرقيه اللي هي صلصه التوم بالليمون، شفناها مع بعض ازاي، استخدمنا خل التفاح لتفتيت الانسجه وتسويه اللحمه في اسرع وقت ممكن، وكل ما قدرت انك تتبلي اللحمه وقت ممكن وتحطها في الثلاجه في ايام الحر مفيش مشكله، لو الجو عادي شتاء مثلا وبرد فمش لازم تحطها في الثلاجه، سيبيها بره لمده ساعه وتشويها على جريله سخنه. مهم جدا اللحم لما يتشوي يتشوي على الجريلا سخنه علشان نمتص الدهون بسرعه اللي موجوده فيه وتساوي اللحم، واللحم يستوي في اسرع وقت ممكن مع الاحتفاظ بالسائل جواه عشان اللحم يبقى طري. اللي بيقول لك اللحم بيتشوي معايا بيكون ناشف، شايفينه مع بعض ازاي؟ زي الفل. مطبخ دريم في وقت قليل جدا بنشوف اكلات قيمتها الغذائيه عاليه جدا وكمان تكلفه ماديه قليله جدا عشان اسرتنا كمان تتغذى ويبقى عندنا قوام والعقل السليم في الجسم السليم على قناه دريم.